قصيرة شوية، وكان عندنا احتكاك مع الأجهزة الحديثة ومع الزملاء من بلدان مختلفة، بلدان العرب. خلال هذه الدورة أنا صراحة يعني أنني خديت واحد تجربة يعني داخل يعني سواء الاستوديو ولا داخل المحاضرة في الأستاذ حنا. كانت دورة جيدة، أولا تعرفنا على الإخوان العرب فيما بيننا وتبادلنا معلومات حول التقنيات ديال الإضاءة. حقيقة دورة ممتازة، دورة استفدت منها برشا وخاصة من الأستاذ حنا، والحقيقة علاقات ممتازة مع الدول العربية، الاستفادة من خبراتهم، هم يستفيدوا من الخبرات متاعنا. كانت تجربة رائعة وثرية بالتجارب العملية وتبادل الخبرات من كافة الدول الأعضاء في الأسبوع. وكمان يعني احنا الواحد بتمنى انه الأكاديمية نفسها تعمل زي دورات لا مركزية في فلسطين نفسها، يعني إذا بيجوا مدربين على نفس عنا التلفزيون يعطوا دورات لأغلب الموظفين، هذا بيكون إشي ممتاز، بيكون في يعني بأخذ أكبر كمية من الموظفين دورات. نعتبرها ناجحة بكل المقاييس، من المدرب، من المشاركين، من نوعية المشاركين، تم تبادل الخبرات ما بيننا. أثرني التعاون مع أكاديمية أسبو بدورة الإضاءة. أنا مدير تصوير سينمائي وتلفزيوني، مهتم بالإضاءة وتكنيك الحديث بأدواتها بدخول الليد، ودائما عندي رغبة بنقل خبرتي الشخصية والمهنية لشباب الجدد. كان عندنا حوالي 20-22 متدرب من أكثر من دولة عربية، مستوى كان جميل، وبعتقد استفدنا، الاستفادة كانت متبادلة مع بعض، وقدرنا نتبادل خبرات مع بعض، وقدرنا نتطرق لكل مواضيع وأشكال الإضاءة بالاستوديوهات التلفزيونية وأحياناً شوي خارج الاستوديوهات التلفزيونية. أنا مبسوط على مستوى الشباب، كان في تجاوب حلو، أنا كنت مسرور بالتجربة. إدارة المعهد أمنت كل متطلبات اللوجستية المتوفرة، لا بل أمنوا زيادة على اللزوم بالنسبة لغير دورات، بس بالنسبة للإضاءة هذا للأسف الحد الأدنى، لأن الإضاءة دائما مرتبطة بإكسسوارات وأدوات، إذا ما عندنا متوفر الأدوات فصعب واحد يتعلم شغلات جديدة بالإضاءة. المهم الحمد لله النتائج، بعتقد أنا هذا أفضل ما نقدر نقدمه، والشباب ما قصروا. هون بتشكر أنا إدارة المركز، رئيس الأكاديمية، وبتشكر الفنيين الموجودين بالاستوديو اللي كانوا أكثر من رائعين وقدموا لنا خدمات رائعة.